عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ العباقره عائلات بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. في الحلقات اللي فاتت، عائلات مصر جمعت 1900 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا النقط لكام. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو، أربع أخوات أربع أصحاب من المرج محافظة القاهرة. نرحب كلنا بعيلة عبد الباقي. أنا استعدت للماتش ده إن أنا جمعت معلومات في مجالات كتير، كان الموضوع فيه قدر من الصعوبة، والحمد لله قدرت أجمع معلومات وإن شاء الله نكون قد التحدي ونكسب المباراة. فريق النهاردة معتمد عليا في المعلومات العامة نتيجة خبراتي في القراية خلال السنين اللي فاتت، وإن شاء الله أقدر أفيد فرقتي النهاردة بإذن الله. شرف ليا إن ده تاني موسم أشارك فيه في العباقرة عائلات، وده لأنه أهم برنامج موجود على الساحة حاليا، لأنه بيجمع ما بين الثقافة والترفيه والمنافسة الشريفة بين عائلات مصر. أنا سعيد جدا إن أنا شاركت في برنامج العباقرة، وده كان حلم من أحلامي والحمد لله اتحقق، وبإذن الله أقدر أساعد فرقتي للوصول لمراحل متقدمة في المسابقة بإذن الله. عيلة عبد الباقي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أحمد جاب إخواته. أيوة بالظبط كده. ما قدرتش على مراتي وأولادي، جبت إخواتي. بس هيجي ملوش دعوة. بالظبط. الكبير والصغير أهلاوية. الوسط والاثنين الوسط زملكاويه. قول لي بقى، بتتفرجوا على الماتش مع بعض ازاي؟ والله لا، هو دايما متوقعين الاهلي يكسب يعني، فخلاص طبيعي يعني. طبيعي فيعني بنتاقلم على الوضع، احنا كزملكاويه بنتاقلم لما بنكسب بقى، طبعا خلاص هم بيسكتوا. بيحصل ايه بقى في الحاله دي؟ نفضل ننزل لهم بقى لحد ما يجي الماتش. لحد ما تيجي الهزيمه الجايه. طب قولوا لي بقى، نهائي القرن شفتوه مع بعض؟ كنا بنشد الشعر بعض. بس لا يعني الصراحه كان نهائي غير متوقع تماما. الماتش كان ماشي في اتجاه وكره زيزو في العارضه، وبعد كده اتردد جون، يعني ما كان نصيب الحمد لله. لا، ما حسين الشحات حط كره في العارضه برضو. لا بقول لك ايه، بس مش زي بتاعت زيزو. احنا مذاكرين. لا مش زي بتاعت زيزو. ولكن هي حلاوتها في ايه؟ في جون قفشه. بالظبط كده. القضيه ممكن يعني. القضيه ممكن هي اللي حلوه الحقيقه. ولكن جميل جدا ان انتوا تبقوا اربع اخوات، البيت مقسوم، تتفرجوا مع بعض، بيدي روح، وعندكم روح حلوه، دي مهمه جدا. الحمد لله. مصطفى، احساسك ايه وانت بتشارك؟ كنت معترض في الاول ولا وافقت على طول؟ لا وافقت على طول. على طول. كان نفسك تشارك يعني؟ هو البرنامج اصلا من الحاجات، من اكتر البرامج اللي انا لما بألف تلفزيون بقف عنه وبحب اتفرج عليه، عائلات او غير عائلات. وائل، احساسك ايه؟ لا انا كنت رافض بصراحه، لان بحب استعد كويس قبل ما اقدم على اي حاجه يعني. طب استعديت؟ طيب يعني حاولت على قد ما اقدر الم. وائل اللي ذاكر ذاكر يا وائل. اللي ذاكر ذاكر خلاص. معروف. احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشك الاستوديو. جدا طبعا. احمد عبد الباقي جاب عيلته الموسم اللي فات، ولكن المره دي جاب اخواته. بالظبط. برضو ان اخواتك يعني ياخدوا التجربه ويجربوا ويشوفوا الاستوديو واجواء الاستوديو، اكيد هي تجربه مميزه جدا يعني. طبعا. محمود اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. الشطرنج مهم في العيله، واضح جدا. قريت عند كل واحد الشطرنج الشطرنج الشطرنج. مين احرف واحد؟ هو مش احرف واحد، هو محمود. هو بتيجي يعني ايه؟ الشطرنج لعبه الاذكياء، ده اول حاجه، لعبه الملوك. بيجي ايه غلطه مثلا بنستغلها، لكن هو الحمد لله. هو احمد يعني الصراحه اللي بيكسبنا دايما يعني برضه. يعني بس مين اللي دايما بيكسب؟ احمد. تمام. احمد. بس مش عايز اقول برضه، بس احمد. هو بيكسبوني برضه كتير يعني، فده طبيعي، نكسب ونخسر. عملتوا بطوله سوا مع بعض؟ كتير. 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 اونلاين مع بعض والجروب، ونعمل لا عاملين جروب للشطرنج لوحده. طيب ممكن تشركوني معاكم؟ ادخل في الابلكيشن. مفيش مشكله. عرفنا الله يسعدك يا صاحبي. عيلة عبد الباقي، مبسوط جدا ان انتم معانا الموسم ده، وبتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة عبد الباقي.
أما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو، إحنا والسادة المشاهدين بنستناهم من رمضان لرمضان، من العباسية محافظة القاهرة، رحب كلنا بعيلة غانم. احنا استعدينا السنة دي كعائلة غانم عشان نوصل للبطولة، بس الأهم من استعدادنا إن إحنا بنبقى مبسوطين إن إحنا بنشارك كل سنة في العباقرة عائلات. العباقرة بالنسبة لنا سعادة دائمة كل سنة، وتجديد محبة مع المشاركين والبرنامج والإعداد والتصوير وكل الناس في الاستوديو، وإحنا بنكون سعداء بوجودنا معكم في كل رمضان إن شاء الله. برنامج العباقرة بنتثقف منه، بنتعرف على عائلات، عشان كده إحنا دايما مواظبين إن إحنا دايما نشارك في برنامج العباقرة. طبعا إحنا فرحانين إن ده المشاركة الخامسة لينا في العباقرة عائلات، وبنتمنى من المشاركة دي إن إحنا نحقق المركز الأول. عيلة غانم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رمضان ما بقاش رمضان خلاص من غير عيلة غانم معانا في العباقرة. لا عم طيب. استاذ سعيد وحشتنا والله. انت اللي وحشني كتير. اخبارك ايه؟ خير في نعمة. طمني عليك. تمام الحمد لله. والشباب عاملين معاك ايه؟ حزال فول كويسين. انا مش قلقان غير من المخبر اللي معاك. لا ما خلاص. ابو شنب ده بقى رئيس مباحث دلوقتي. هو حبه. اه. صح؟ جيش. الجيش غيره. الجيش غير حاجة في شخصيته. اه خلاه جد أكتر. كويس. ومنظم أكتر. كويس. وبيفكر أكتر وأكتر. طبعا الشباب التلاتة مع الأستاذ سعيد في المكتب. تمام. مكتب محاماة، والتلاتة كل واحد فيهم ليه شخصية. أخبارهم إيه؟ ماشي معاك إزاي في الشغل؟ سعيد بيفكر ويفكر ويفكر. طموح. وياخد قرار. تمام. بيفكر كتير جدا كتير. قبل ما ياخد القرار. مصطفى بيبقى عنده رد فعل أسرع. يعني نقدر نقول ان هما مثلث بيكملوا بعض طبيعي طبعا. هي ومنى. منى زي الفل انت عارف. الله مظلوم حبيبه بابا دي ما حدش يقدر يتكلم عنها دي ولا كلمه. ايوه مظلومه ليه؟ بيمدحك. هو في حد متدلع قدك؟ لا. احنا عارفين كلنا. مدام منى ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بنتعبك معانا معلش. لا 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 ده انا ولكن احنا الحقيقه بنستنى عيله غانم كل موسم. واحنا كمان يعني هو الحقيقه موسم واحد بس. اه عيله غانم ما شاركتش معانا. هو الموسم الثالث كان وقت كورونا. اه موسم ده كان كورونا وكان ظروفه صعبه كان ملخبط، ولكن غير كده دايما عيله غانم معانا وده يشرفنا ان احنا ليك. الحقيقه ليكوا بصمه حلوه جدا في البرنامج. ربنا يخليك. بغض النظر عن المكسب. صح. لا طبعا ده صحيح. لا احنا بنتكلم كعيله مصريه ليها جذور وليها اصل وليها روح. ايه المشاركه لوحديها مكسب. اشكرك. انا قلتها السنه اللي فاتت بنجدد المحبه كل سنه. عيله غانم استعديتوا ان شاء الله؟ الحمد لله استعديتوا. تمام. هم انا عارف هم بيستعدوا. حضرتك مش محتاج تستعد ما شاء الله عليك موسوعه. اصلك حضرتك بتحب القرايه. ايوه بالظبط. فده طبع من طباعك يعني، فانت على طول عمال تقرا كتير وكتير فما شاء الله عليك يعني. احنا بنتعلم منك. جيل الستينات كده. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. عيلة غانم منورنا في الاستوديو. الله يخليك. أتمنى لكم كل التوفيق. تعالوا كلنا عيلة غانم. الموسم السادس لعبقرة العائلات، ست فقرات، العلم المعرفة الفنون، تحت الضغط ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو أكمل مقطع الأغنية التالي. الأقصر بلدنا بلد سواح. منى فيها الأجانب تتسوح تتفسح. بتسوحي الأجانب في بلدنا يا منى. وإحنا ناقصين يا منى نضرب السياحة. أجمل ما في الموضوع أن أنت عارفة الأغنية كويس جدا. خطفت البزر وضحكتي كل الجمهور. كل إجابة خلص. منى إجابة إيه طبعاً؟ مضحكة. أغنية مضحكة. مش إجابة مضحكة. فيها الأجانب إيه؟ تتفسح. بالظبط كده، فيها الأجانب بتتفسح. طبعاً إجابة صحيحة. مين اللي بيغني الأغنية دي؟ الفريد رضا. العزبي. لا، العزبي صح؟ العزبي. أحمد عبد الباقي طبعاً من حقك بعد ما فسحت الأجانب إنك تختار مين اللي بتبتدي الأول. هما يبتدي الأول إن شاء الله. عيلة غانم. تمام. عيلة غانم هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء.
جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. سعيد سعيد، إمتى جوكر؟ تاريخ. تمام، هنشوف لسه بظروفك. علمتك. أتعلم صح؟ جغرافيا، والسؤال هو لمباسك هو من أقوى الزلازل التي ضربت إحدى الدول الأوروبية عام 1909، فما هي؟ في 11 يونيو بلغت شدة الزلزال حوالي 6.2 ريختر. وفى 46 شخص وأصيب أكثر من 250 شخص. سعيد، إجابتك؟ ألمانيا. ألمانيا. أستاذ سعيد موافق؟ لا، مش موافق ولا أنا موافق. إجابة خاطئة. علي عبد الباقي، في إجابة؟ اليونان. إجابة خاطئة. 50-50 ولا 50-50. لا؟ 50-50. دوس على البازر. اختيارين قصادنا على الشاشة، زائد 10 أو ناقص 5. فرنسا، هولندا. فرنسا. إجابتك الثانية كانت إيطاليا. في الأول. في الأول، دلوقتي بقت فرنسا. فرنسا إجابة صحيحة. أول 10 نقاط لعيلة غانم، النتيجة 10 عيلة غانم، عيلة عبد الباقي. أول سؤال في الجغرافيا، إمتى الجوكر يا مصطفى؟ الجوكر في العلوم. في العلوم، تمام. جغرافيا، والسؤال هو في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع بحيرة سيتو باتنقان؟ مساحتها 450 كيلومتر مربع على ارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، في مدينة باندونغ. محمود. تايلاند. محمود، إجابة خاطئة. في إجابة. في إجابة؟ أستاذ سعيد، إجابتك؟ إندونيسيا. إندونيسيا، برافو عليك، إجابة صحيحة. مؤتمر باندونغ. عدم الانحياز. برافو عليك، برافو عليك. 10 نقط، 20 عيلة غانم، وعندنا سؤال في التاريخ وهناخد الجوكر صح؟ نص على البازر. تاريخ، والسؤال هو من هو السلطان الأيوبي الذي مات مقتولا محروقا وغريقا؟ حكم من 1249 ل 1250، 6 شهور. في مايو 1250 وهو بيفطر في الخيمة هجم عليه مجموعة من المماليك لأن هما كانوا شاكين في سوء نيته. منهم مين بقى المماليك دول؟ بيبرس. أكتاي وبيبرس والمنصور قلاون. مين بقى؟ سلطان قطز. لا، بيبرس اللي قتل قطز. تمام. وبعدين قطز مش سلطان أيوبي، سلطان مملوكي. مملوكي. أستاذ سعيد، للأسف الشديد، إجابة خاطئة. إجابة، 20 نقطة. توران شاه. توران شاه، طبعاً، برافو عليك، أدبت الجوكر، إجابة صحيحة. دعنود السيف، وبعد كده هرب. هرب في كشك، حرقوه، فهرب، نط في البحر. هرب. هو كان آخر سلطان أيوبي. حاجة غريبة جداً. آخر سلطان أيوبي. آخر سلطان أيوبي فعلاً. 20-20. سؤال في التاريخ لعائلة عبد الباقي. تاريخ، والسؤال هو في أي من دول شمال إفريقيا تم توقيع معاهدة واد راس عام 1860؟ معاهدة نصت على إنهاء الحرب ومنح دولة أوروبية تعويض قدره حوالي 4 مليون دولار. ليبيا؟ لا، مش ليبيا. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أستاذ سعيد. أخمينة، المغرب.
المغرب. تخمينة بس في الجون. إجابة صحيحة. المعاهدة كانت مع إسبانيا. 10 نقاط، 30 عيلة غانم، 20 عيلة عبد الباقي. سؤال في الأدب لعيلة غانم. أدب والسؤال هو: من هو الأديب المصري الراحل مترجم سلسلة رقفة الخوف للكاتب أم دي سبنسر؟ سلسلة روايات بتنتمي لأدب الرعب، جزء من سلسلة شيفرز، 36 رواية رعب للأطفال، ترجمها في التسعينيات ونشر. مين بقى؟ هو اتعمل له فيلم؟ لا أنا عايز إجابة، مش عايز سؤال. الاسم عمال يجري مني أصلا. لا اسمه معروف. فاروق؟ قصدك نبيل فاروق. نبيل لا فاروق. مش نبيل فاروق. لا، إجابة خاطئة. هي تخمينة برضو. أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق، برافو عليك، إجابة صحيحة. برافو عليك يا أبو حميد. أولاً أنتوا بتجاوبوا أسئلة بعض. طيب بالظبط. حاجة غريبة جداً. النتيجة تعادل 30-30. عائلة عبد الباقي، سؤال في الأدب. أدب والسؤال هو: أراكي فتحلو لدي الحياة هي قصيدة لشاعر عربي راحل، فمن هو؟ ويملأ نفسي صباح الأمل، غناها إسماعيل أحمد وفتحية خيري. 5 ثواني. شاعر مش مصري. بيرام التونسي. إجابة خاطئة. تفضل. تخمينة برضو. ناظم الغزالي. ناظم الغزالي. هو عراقي. ناظم الغزالي دي أسلوبه في الكتابة. بتحاول تقنعني. هتقتنع. لا مش هقتنع. لا خلاص. إجابة خاطئة. 50-50 ولا لا؟ 50-50. دوس على البازر. اختيارين بزائد 10 أو ناقص 5 لعيلة عبد الباقي: خليل مطران، أبو القاسم الشابي. 50-50. خدنا الريسك. خليل مطران. خليل مطران. يعني أنت رحت لتونس في الأول، ما تكمل. أنا قلت بلاش توانسة بقى. أبو حميد، ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة خاطئة. مش خليل مطران، أبو القاسم الشابي. هارد لك. عيلة عبد الباقي، ناقص 5 نقط، 25. عيلة عبد الباقي، عيلة غانم 30. وسؤال في العلوم. علوم والسؤال هو: أثبتت تجارب العالم جوزيف بلاك وجود أحد المركبات الغازية في الهواء، فما هو؟ عالم جنسيته اسكتلندي، لاحظ إن لما بيترك الجير الحي لفترة بيتحول لحجر جيري، فاستنتج إن الهواء مش مكون من مادة واحدة ولا عنصر واحد. سعيد الابن. النيتروجين؟ لا طبعا. طبعا نيتروجين. إجابة خاطئة. عيلة عبد الباقي. محمود خطف البزر من أحمد. بقول لك إيه، أحمد بيقول لك يا عم الحمد لله ريحني. بالظبط. الحمد لله. محمود. الهيدروجين؟ طبعا. إجابة خاطئة. اللي بيعكر ماء الجير في الابتدائي دي. ما دي في الابتدائي وعملت كده، عارف الكربون. ثاني اكسيد الكربون طبعا. هذا اكسيد الكربون. يا نهار ابيض. استاذ سعيد، الغلطه غلطتك. تمام. لان الاجابه كانت عندك. انا مش عارفها بالعربي، بقولها بالفرنسي. دي اكسيد كربون بس. هو دي اخره الديمقراطيه. ايوه. لازم في وقت تبقى ديكتاتور. دوس على البازر وجاوب. اخر سؤال في الفقره. عيلة عبد الباقي، حان ميعاد الجوكر. علوم والسؤال هو: ما هي القارة التي تعد الموطن الأصلي
لنبات ورد النيل، نبات موسمي بينمو ويطفو فوق المياه العذبة، نبات دار لأنه بيستهلك كميات كبيرة جدا من المية. دخل مصر في عهد الخديوي إسماعيل كأحد نباتات الزينة. أفريقيا مش بالسهولة، عمرها ما هتبقى أفريقيا. يعني أول حاجة تستبعدها أفريقيا ده على طول. طبعا إجابة خاطئة، عشان سمعت ورد النيل. النيل هو النيل في الغرب. أمريكا الجنوبية. كان عندك إجابة المرة دي. إيه؟ هو قال أمريكا. ما خلاص مفيش 50-50. قلت لباباك آسيا. آسيا طيب. وأنت غلطان لأن باباك صح. إجابة صحيحة. أنا قلت أمريكا اللاتينية الأول. أمريكا اللاتينية. بص. بنرجع كل موسم وأقول لك نفس الجملة. الخبرة تكسب. الخبرة. 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 الأمازون. من الأمازون. برافو عليك. برافو عليك، بتبهرني استاذ سعيد. برافو عليك 20 نقطة. زي ما عيلة عبد الباقي خطفت الجوكر، رجعت الجوكر. 50 عيلة غانم، 25 عيلة عبد الباقي. مباراة جميلة جدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.